السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. نبدأ بالدعاء ديال اليوم العاشر من رمضان. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم غادي ندير معاكم المهلبية بالكوكو زبيب، لمسة جديدة وخاصة بيا. كنتمنى تعجبكم هاد لا فيديو، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. المقادير عندي: نص لتر ديال الحليب ما يعادل 500 مللتر، كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 120 غرام، جوج معالق ديال المايزينا اولا النشا، جوج معالق كبار، ربع معالق ديال الكوك اولا جوز الهند، ثم معالق كبار. التزيين عندي هنا اللوز، دايره انا اللوز افيلي، حمرته وطحنته على هذا الشكل، ما طحنتوش بزاف، خليته شويه مفرفش كما تشوفوا معايا. وهادو غنزوق بهم، هادو كتزين في المكسرات اللي كان عندكم كتزينوا بهاد المهلبيه. عندي جوج معالق ديال الزبيب بعد ما فزكته وغسلته مزيان وفزكته في الماء حتى رطب شويه، جوج معالق ديال الماء زهر، صاشي ديال السكر فاني 7 غرام ونص. صافي غندوز للطريقه ديال تحضير هاد المهلبيه. في كاسرونه درت المايزينا اولا النشا سنيده، دابا نكب عليه الحليب، نخويه شويه بشويه باش المايزينا ما تكورش. كنخلط حتى كتقطع لي هاد الخليط. خمسة مرة غنزيد عليه ما زهر، ثم الكوك ولا جوز الهند، نزيد الزبيب. صافي زدت الزبيب والكوك وما زهر، نخلطهم مزيان ونمشي نديرهم في الكيسان. صافي هذا الكريم ديالي وجدت. بعد ما وجدت لي المهلبيه دابا غادي نعمرها في الكيسان. شفتو معايا خصني نخلط باش نجبد هاد الزبيب كيبقى لتحت. ممكن نتوما ما ديروش الزبيب، هادشي كيبقى اختياري، هاد الكوك والزبيب كيبقى اختياري، وكذلك السكر ممكن تنقصو. الا كان الوقت طويل عندكم خليهم حتى يبردوا على خاطرهم في الثلاجه، ديك الساعه ندوز نزوقهم.
صافي. من بعد ما بردوا دابا غندوز نزوقهم باللوز. كي شفتوا معايا هذا اللوز ايفيلي، ممكن نتوما ديروا البيستاج اولا الكركاع اولا كاوكاو، اي حاجه كانت عندكم في المكسرات ممكن ديروها في هذا الزين. طريقه الزين كتختلف. انا خليتهم بردوا، بقاو فوق الطبله هنايا حتى بردوا مزيان، وغادي نزوقهم وعاد نديرهم في الثلاجه. إذا كنتم مجروبين عليهم ممكن ديرهم في المجمد. هذا هو الشكل ديالهم كي كتشوفوا معايا. صافي، وهاد المهلبيه ديالنا واجده. ندوزو للطريقه ديال التقديم.